بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء، تم انصرت مع حدث رياضي من مستوى خاص. اليوم واحد ستة الفرق هنا حاضرين في هذا الملعب، ملعب كبير تم انصرت، من بينهم نجم تم انصرت، الشبال تم انصرت، المجد، العهد، جمعية رياضات، الجمعية لرياضات تم انصرت، وجمعية كذلك بسمة، وقلنا العهد. هذا اللقاء هذا ياتي، او هذه الصبحيه تاتي من اجل تنشيط هذه الفئه، الفئه الصغرى، وبحضور وباشراف العصبه. نتمنوا مثل هذه الصبحيه تتكرروا، لان مدينتنا في حاجه اليها بشكل كبير من اجل صقل هذه المواهب. وشكرا لكم جريده المشاهد على المواكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا في البدايه لجريده المشاهد على المتابعه ديال الانشطه الرياضيه داخل تراب جماعة حربيل تم انصرت. كما كتلاحظوا عندنا اليوم واحد العرس، عرس رياضي بامتياز، عرس كروي للفئة، واحد الفئة اللي كتستدعي الفئة تاع أقل من 12 سنة وأقل من 14 سنة، اللي كيشاركوا فيها واحد مجموعة ديال الجمعيات داخل المدينة في تراب جماعة تم انصرت. كما كتلاحظوا كاين جمعيات العاد، كاين جمعيات المجد، وجمعيات الشبال تم انصرت، وجمعيات النجم تم انصرت، وجمعيات بسمة، وجمعيه بسمة، وجمعيه الرياضيه لتم انصرت، وجمعيه العهد. يعني واحد 26 جمعيات مؤثرين، هذا اللي مأسسين هذا الفضاء هذا اليوم. وفي الحلقه في البدايه بعدا كنشكروا السيد رئيس مجلس الجامعه الحربيه لتم انصرت على الدعم ديالو لهذه الانشطه الرياضيه، وكذلك كنشكروا مجلس الجامعه الحربيه بجميع الاعضاء ديالو، كذلك كنشكروا اللجنه التقنيه العصبه مراكش السفي، العصبه جنوب مراكش السفي، برئاسه السي عبد الرزاق العمراني، وجميع الاعضاء الاخوان ديالنا اللي جاو معاه في زورنا في هذه المدينه. وانتم كما كتلاحظوا يعني الحمد لله كاين مقابلات، يعني مخلطين، كاين الفتيات وكاين حتى كاين الدراري، وهذا هو ربح عندنا الحمد لله هنا في هذه المدينه هذه، باش نعطي واحد الصوره جميله لهذه المدينه هذه. وكنشكروا الاطر الرياضيه اللي جات سهرت هي على هذا الشيء، لنا ثلاث ايام ديال الاستعدادات وتاع باش ننجحوا هذه الصبحيه هذه. كذلك كنشكروا لجنه التحكيم بعصبه مراكش السفي اللي تعاونت معنا بهذا الاطر ديال هذا الحكام ديال تا هما اللي تاسسوا معنا هذه الصبحيه هذه. ونتمناو باش يكون اللجنه التقنيه تحسن هذا المستوى تاع الوليدات ديالنا، وان شاء الله تعالى يكون خير فيهم ان شاء الله من هنا لقدام، باش الى تختاروا منهم شي وليدات هنا من المنتخبات ديال عصبه الجنوب في الفئه السنيه ان شاء الله تعالى، باش يكونوا تيمثلوا المدينه احسن تمثيل ان شاء الله تعالى. ولاد المعلم، عضو اللجنه التقنيه ديال عصبه مراكش الاسفي، دونك في اطار البرنامج السنوي المصدر من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تنفيذ العصبه الجهويه مراكش الاسفي، تنحضروا اليوم في هذا المهرجان الرياضي وهذا لاكسيون اليوم في مدينه تم انصرت، وذلك من اجل اكتشاف واتباع المواهب اللي كتسخر بها هذه المنطقه هذه، سواء اناث او ذكور. كما كنشوفوا اليوم كنشاهدوا كاين واحد العدد كثير من الجمعيات اللي مشاركه، هذه فرصه لينا حنا كعصبه ولا كلجنه تقنيه اننا نشاهدوا ونتابعوا المواهب اللي كتسخر بها هذه المنطقه هذه، ومن ميم طون تشجيعا للفرق وتشجيعا للمسيرين والمدربين ديال هاد الانديه هادو باش يزيدوا يجتهدوا. ونتمنى من الله انه الحضور ديالنا يكون عنده واحد الثقل في هاد المناسبه هادي، وحنايا نتمنوا انه حتى هاد التيران هذا يتم الاصلاح ديالو ان شاء الله بعشب اصطناعي، لانه المنطقه محتاجه وتستاهل ملعب في المستوى اللي يمكن ياثر هاد العناصر هادو، ويمكن حتى الاطر اللي كيتلقاو التكوينات من طرف الجامعه الملكيه ومن طرف العصبه انهم يلقاو واحد لو تيغان او واحد البلاصه فين يشتغلوا ان شاء الله لتطوير هاد المواهب هادي. كيف ما سبق ليا وقلت اليوم ان شاء الله احنا هنايا بالمناسبه ديال التنقيب على المواهب، وتبارك الله كاين وليدات وكاين مواهب اللي ان شاء الله نتمناو انها تلتحق بالمنتخبات العصبه في جميع الفئات باش تشارك ان شاء الله في المناسبات اللي كتنظم الجامعه الملكيه المغربيه، اللي هما عباره عن دي تورنوا ومنافسات ما بين العصاب، ومنها كيختاروا الدراري اللي كيشكلوا المنتخبات الوطنيه المغربيه في جميع الفئات ديالها. دونك تنشكر جميع الاخوان ديال مدينة تم انصرت، سواء صحافة أو الناس المؤطرين أو الناس المنظمين أو الناس المكلفين بالجامعات المحلية، فكنشكرهم بزاف على المجهود. وإن شاء الله هذه البادية هذه غنحاولوا نكررها عدة مرات، لأن هذه المنطقة هذه كيف ما سبق ليا وقلت راه منطقة اللي كتسخر بالمواهب، ومنطقة اللي إن شاء الله عندها مستقبل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما
نعطي الالتزامات ديال اللجنه التقنيه على التدهور من ناحيه التقنيه. تنشكر الجيش الجماعي المدينه طمنصورت على هذه المجهودات الجباره اللي قاموا بها، وفروا لنا هذا الفضاء باش تجرى هذه العمليه الانتقائيه نتاع المواليد 2012-2014 بالنسبه للذكور و 2014-2015 بالنسبه للاناث، في اطار البرنامج السنوي اللي نهج عصبة مراكش أسفي لكرة القدم. فالفضاء اللي وفروا لنا وهذه الظروف اللي وفروا لنا مشكورين عليها، وكذلك ما ننساش نشكر جميع الأطر السارة على هذه الفئات العمرية اللي قايمين بمجهودات جبارة. والحمد لله هذا اليوم اللي حضرنا فيه المدينة طمنصور، فتنشوف بأن هناك طاقات شابة اللي عندها مؤهلات اللي إن شاء الله غتقدر تقول كلمة ديالها في المستقبل، بشريطة أن توفر لها ظروف شوية أحسن من هذه، لأنه في الحقيقة ما أحوجنا اللي باش يلقوا هذه الوليدات فضاء أحسن. مثلا هذاك ملاعب معشوشابة اللي يقدروا يعبروا فيها على الإمكانيات ديالهم، ولكن هذا ما غاديش ينفي المجهودات اللي قامت بها الجماعة. تنظن بأنه العملية اللي حضر لها اللجنة التقنية اليوم كانت في ظروف جيدة. ما ننساش كذلك نشكر الناس المسؤولين على لجنة التحكيم في هذه المنطقة اللي وفروا لنا ظروف كذلك حسنة باش يحكموا لا العنصر النسوي ولا العنصر الذكر اللي قايمين بالتأثير تاع هاد الوليدات. فمن خلال النظره الاولى اللي لاحظنا فهاد لانه ما غاتكونش هذه هي الزياره الاولى، غادي يكون ان شاء الله زيارات اخرى. فمن خلال هاد النظره الاولى اللي خذوا الناس المسؤولين على التنقيب على هاد الفئات العمريه، فهناك طاقات اللي ان شاء الله شايفه كي تكتب لها الظروف تقول ان الكلمه ديالها في المستقبل. وحنا الدور ديالنا كاوتور تقنيه شعلا على الضوء هو اننا نحاول نديتكتو هاد لي طالون هادو هاد المواهب هادو باش نحاول ما امكن نزيد بهم من القدام، لما لا نوفر لهم حتى حنا حصص تدريبيه خاصه بهم، وكذلك نوجههم لهذاك المنتخب نتاع العصبه اللي يمكن ليه في المستقبل ان شاء الله في اخر السنه يكونوا ضمن المنتخب تاع العصبه اللي غادي يشارك بالبطوله الوطنيه. الحمد لله جهات مراكش أسفيرة غنيه بالطاقات، وخير دليل على ذلك هو ان هناك عدد كبير من 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 اللاعبين اللي مشاو من المنطقه وتيالمونتيو كاع لي سونتر دو لي سونتر فيدرو بني ملا السعيديه اكاديميه محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جمعيه العهد الرياضي بالتمنصورت اشكر الساهرين على هذا الحفل المتميز، العصبه الجهويه لجهه مراكش اسفي ومجلس الجماعي لمدينه التمنصورت على هذا الحفل المتميز اللي سمح لهذه الاطفال بالمشاركه في العرس، هذا العرس الرياضي. حقيقه هذه بادره طيبه مشكورين عليها، نتمنوا لها النجاح ان شاء الله، ونتمنوها انها تستمر باش نرقاو بالمجال الرياضي في المدينه ديالنا ان شاء الله الى احسن في ظل القياده الرشيده للرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم. اول شيء الشكر موصول لجماعه طمنصورت على الاستضافه. اليوم كنتواجدوا بمدينه طمنصورت من اجل تنظيم واحد المهرجان اللي هو دوري او نقول عرس كروي بمعنى الكلمه. مشكورين الناس تاع طمنصورت على هذا حفاوه الاستقبال. اليوم جينا نديروا لا ديتكسيون ديال الوليدات اللي اقل من 13 سنه، وكذلك مواليد 2007-2008-2009-2010 بالنسبه للاناث. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبغي نشكر الاخوان المقيمين على هذا المهرجان الرياضي وكذلك عمليه التنقيب، وهذا الشيء داخل في اطار البرنامج ديال الاداره التقنيه الجهويه. وتعتقد بان هذه منطقه غنيه بالمواهب اللي كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا الملعب اللي نشوفه ان شاء الله السنه المقبله بعشب اصطناعي باش يمكن الساكنه تستفد منه، وكذلك الجمعيات الرياضيه التابعه لهذه المنطقه هذه بما في ذلك تنشوفوا حتى الحكام. وهذا يعني تيبين بان هذه المنطقه هذه غنيه لا بالمواهب الكرويه ولا بالمواهب كذلك من ناحيه التحكيم. ونبغيو ان شاء الله الرحمن الرحيم السنه المقبله اللي نجيو نشوفوا هذا الشيء، وهذا ميساج تندوزوه للناس المسؤولين، نبغيو نشوفوا ان شاء الله هذا ملعب في حله تاع العشب الاصطناعي، لانه ما غادي يزيد الا للمنطقه ولا العصبه ولا الجهه كلها هي يزيدها ان شاء الله تقدم ملموس في اكتشاف المواهب ديال كره القدم. وشكرا.